على ضفاف نهر لينا السيبيري، أرض يتجمد فيها كل شيء إلا البشر. الشتاء في ياكوتسك عاصمة جمهورية ياقوتيا الروسية جدير بأكثر الأوصاف قسوة، والبرودة فيها ضاربة في عمق أرضها. بعمق نحو 500 متر تجمدت تربة ياقوتيا ومياهها الجوفية منذ آلاف السنين. حفر أساس للبناء هنا أمر صعب، البنايات تقف على أعمدة وتغرس في الأرض لسنوات حتى تصبح جزءا من التربة دائمة التجمد، وقد تقع البنايات دون هذه الأعمدة. تتأرجح الحرارة شتاء بين 40 و60 درجة تحت الصفر. يسير السكان الحياة هنا كما يريدون، فكل شيء يبدو مميزا وغير عادي. يقول الياقوتيون إن الصقيع يساعد في بلورة أفكار جديدة، والأصح أن الحاجة أم الاختراع. محطات انتظار الحافلات هنا مزودة بالتدفئة، وسياراتهم مجهزة لمقاومة أقصى درجات البرودة. حتى لا يتجمد محرك السيارة نضع فوقه غطاء كهذا، رغم أن زيت المحرك من نوع خاص فإنه يصبح أثقل في 50 درجة تحت الصفر. وقاعدتنا الأساسية لا توقف محرك السيارة أبدا في الخارج، وإلا فإنه لن يعود للعمل بسهولة. لا تحتاج إلى مبردات ولا تحتاج إلى تخزين أو تجميد، نحو 50 درجة تحت الصفر كافية بأن تحفظ هذه اللحوم والأسماك كما هي 10 أشهر في السنة. ميزة تجعل من سوق ياكوتسك أحد أغرب الأسواق في العالم. متجمد لكنه ينبض بالحياة. لم تقف البرودة القاسية عائقا أمام مارينا للعمل في هذه الظروف بواقع 8 ساعات يوميا ولستة أيام في الأسبوع. أعمل هنا منذ 15 عاماً، ولم يسبق لي أن عشت برودة كهذا العام، حيث بقيت لأيام أعيش تحت درجة حرارة 60 تحت الصفر. السر في ذلك ببساطة التعايش واللباس السميك. تقدم الحياة في ياقوتيا التي تعد أكبر منطقة في روسيا مساحة وأقلها كثافة سكانية صورة فريدة عن تعايش الإنسان مع الطبيعة في أعنف تجلياتها. فالتأقلم هنا عنوان، والابتكار وسيلة، والصبر خلاص. أمين درغامي، الجزيرة، ياكوتسك، روسيا.